فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا التيجانيون يترحمون على البوصيري ويقدسونه. ما هم بس في بلادكم، كل مكان يقولون البردة هذه عندهم أنها، والعياذ بالله، عند بعضهم أنها أنفس من القرآن، لذلك لا يهتمون بالقرآن، يهتمون بها ويحفظونها ويرددونها. نعم، هذا ضلال والعياذ بالله، هذه فتنة، فتنة، لا سيما وأن البردة حسنة الصياغة، يعني لها ألفاظ مختارة وسائغة ونظم جيد، فهذا من الفتنة والعياذ بالله. نعم.